هاي كانت أخبارنا الثقافية لليوم أريج، ومكفعين ضمن الشهر الوردي بحملات التوعية لمرض سرطان الثدي اللي عم تتصدر المشهد خلال هالشهر. مرض ممكن ترافقه للوهلة الأولى مشاعر من القلق والخوف، لكن مع أول خطوة بطريق العلاج مع التحدي والإرادة أيضا رح تبقى مشرعة لعبور مرحلة الشفاء. اليوم مع الدكتورة مها مناشي، أخصائية بمجال أمراض الدم وعلاج الأورام، رح نسلط الضوء على إمكانية الوصول لمرحلة الشفاء التام وكيف ممكن نحقق هالشي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح دكتورة. الخير. صباح الخير أريش، يعطيكم العافية. بحب أقول صباح دمشقي لكل المشاهدين بسوريا، سوريا الحبيبة اللي يرجع السلام والأمان. وبتشكر برنامج الأخبارية التلفزيوني اللي مواكب حملة الشهر الفضيل للسيدات، الشهر الزهري، ويعطيهم الحياة وطرق الكشف المبكر ليشتروا الحياة الطويلة المدى ويعني يعملوا وقاية من أنه ينصابوا بهالمرض. طبعا صرح ثقافي كبير دار الأوبرا، ومعروف عن الأخبارية المواكبة، وإن شاء الله نوصل رسالة، يعني رسالة مهمة صحية لكل السيدات بالكشف المبكر وأهميته. شرفتينا دكتورة مها. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك أكثر على أنواع سرطان الثدي لدى السيدات. حقيقة عندنا نوعين أساسيين، هو السرطان القنوي والسرطان الفصيصي، وهن كمان بيبدو بطريقتين، إما سرطان موضع بغلاف ممكن استئصاله وشفاء منه كاملا بالكشف المبكر، وهي الحلقة وهذا الشهر مركز لهالحالات بالكشف المبكر، أو ممكن يكون شوي متقدم موضعيا ومنتقل للعقد البلغمية تحت القبض، أو بقى ممكن شوي متأخر بيكون منتقل لباقي الأعضاء. دورنا كأطباء وأجهزة إعلامية وكل المؤسسات الصحية بكل حكومة هو التوعية على أهمية الكشف المبكر عشان يكون في عنا نسبة 98% شفاء من سرطان الثدي. دكتورة، شو هي أبرز مراحل ظهور وانتشار هالمرض؟ هلأ مثل كل شيء بالحياة، هو العين بتشوف والتبدلات الموجودة على كتلة الثدي الخارجية، تبدل اللون، ممكن يكون لون أحمر، ممكن يكون علامات أكزيما، ممكن يكون مفرزات من حلمة الثدي، ممكن جلد الثدي الخارجي يكون مثل قشرة البرتقال، ممكن نلاقي كتلة. ففي هي تبدلات خارجية بتشوفها أي ست بشكل بسيط، وحتى احيانا اذا حتى ما فيها التبدلات الخارجيه باللون وبالشكل، الجس بتحس كتله صغيره. فالجس والتامل من اهم الاشياء اللي ممكن السيده تلقطها بشكل مبكر وقبل الطبيب حتى. يعني دكتوره، في بعض الاقاويل يمكن بيقولوا انه وقت السيده بلشت تحس وتشوف الاعراض بتكون وصلت لمرحله يمكن شوي صعبه بهالمرض، هل صحيح هذا الشيء؟ لا، هذا اكيد ما انه صحيح. رح نقول السرطان هو هلا ما عاد مرض مخيف، هو مرض مزمن إذا حتى لو كشفناه بحالات متقدمة، بس التبدل الخارجي أو جس الكتلة اللي بحبة الحمص الحجم سنتي بتكون صار لها مع السيدة 5 سنوات، 5 سنين، 5 سنين لنحسها بحجم الحمصة اللي هي سنتي مثلا، بس هذا شافي، أقل من 1 سنتي حجم حبة الحمص، هذا شافي، فهو مخولة معنا مضبوطة. تماما. ولذلك أهمية الملاحظة والتأمل والكشف المبكر موجودة للشفاء، وبهالحالة بكون حقيقة فوق 95% شفاء، فهي أكيد مقولة غلط. وبنصر وبنلح وبنتابع وبنعزز كل هالبرامج للكشف المبكر لأنها حياة. طبعا في حالات متقدمة شوي لما يكون أكثر من العقد البلغمية مثلا للكبد للرئة، حتى بهدول صار مرض سرطان الثدي هو مزمن، ممكن تعيش المرأة سنوات. أنا بعرف في مرضى 30 سنة مع نقاء حشوية أو عظمية، فيعني أكيد مقولة غلط، وما بيصير تصير الرعب إنه إيه كشفت لقيت كتلة برانية ظهرت يعني نهاية الحياة. لا، يجوز نقول بداية الحياة لأن بلشت تتعالج مزبوط وتاخذ فرصة الشفاء عندها. تماما، يعني هي نقطة كثير مهمة لكل الأشخاص اللي عندهم تماماً شوية رعب يمكن من لا هالموضوع. لا لا، بالعكس، كان هي بداية جديدة يا دكتورة، بداية حياة هيك جديدة. خلينا نحكي لك كمان عن العمل الوراثي، وهل في عوامل أخرى لظهور هذا المرض؟ طيب، هي بالنسبة للعامل الوراثي بيكون أكثر من سيدة بالعيلة، وبالنسبة اللي بيكون فيها تبدلات بالجينات لتحملها من الأم للبنت للحفيدة هي أقل من 10%، فهي نسبة قليلة. النسب الأشع هي النسب البيئية والمكتسبة. هلأ ممكن يكون التدخين، دائما بنقول هلأ ظاهرة التدخين والأرجيلة المرعبة يعني حتى بسن الصغير، فهيدي بدها تأهب بالمستقبل، وإن شاء الله بنقول للصبايا والسيدات لا
بس هي الحقيقه اذا استمروا على الازمان بهالطريقه بدها تؤدي الى اورام، مو بس بالثدي، بالرئه، بالبنكرياس، بالرحم، بعنق الرحم، بالمثاني، الى كثير علاقه بالتدخين والارجيله يعني. الاشياء الثانيه ممكن التعرض السابق للاشعه اذا كان في مريض معالج سابقا لغير مرض، الاغذيه الغنيه بالدسم، الانسان بيركز على الدسم كل الوقت، ما بياكلوا فواكه، ما بيعملوا حميه متعادله بين المواد البروتينيه والدسمه والمضادات الاكسده الموجوده بالفواكه وبالخضار، الازعاجات الشديده المستمره ممكن النواحي العاطفيه، تناوب المانعات الحمل اكثر من 10 سنوات متتاليه، مو سنه وسنتين مشان ما نصير الرعب بالسيدات، كمان الزواج المتاخر، الانجاب المتاخر له دور، الحيض المبكر والضهي المتاخر هي اسباب مرتبطه شوي بانه زياده النسبه للسرطان. نعم. تماما. هلا دكتوره، في عمر معين سيدة تتوجه فيه لإقامتها الفحوصات المتعلقة بسرطان الثدي وأيضاً التصوير الأشعاعي والماموغرام؟ أكيد أكيد. هلأ رح نقول نسب إحصائية، 25% من سرطانات الثدي تقريباً أو أقل بتصير قبل سن الأربعين، الأغلب هو بعد سن 30-40 النسبة الأغلب منه، ولذلك بعد عمر معين اللي هو رح نقول الأربعين بنصر على الفحوص الدورية، سواء الكشف الفحص الدوري للسيدة لذاتها كل 6 شهور لسنة، أو تروح الطبيب كل سنة سنتين ليعمل لها الفحص والإجراءات الشعاعية الوقائية. الشيء كمان نسبة النسب الإحصائية بدي أقوله أنه 25% من سرطانات المرأة هي سرطانات الثدي. شوفي قديش مهم هو أنه نتابع هذا الموضوع. فالعمر اللي شوي بالحرج هو العمر الأربعين، أما إذا في قصة عائلية بناخد الأعمار الأقل، إذا في قصة عائلية مكثفة وشديدة بناخد من 25 أو من 30، يعني بتصير بتروح بتعمل كشف دوري وسبل شعاعية اللي هي الإيكو والماموغرام. دكتورة، يمكن كثير على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من العالم بيشوفوا انه رح ينقضى على مرض السرطان بهذا القرن، وكثير عم يلاقي رواج يعني حتى وصفات طبيعيه ممكن ما تكون صح وتاذي بدل ما انه تفيد، فخلينا نحكي عن صحه هذا الشيء، هل فعلا صحيح ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص؟ انت قصدك على العلاجات البديله، الطب البديل، ولا على العلاجات على الاثنين؟ على الاثنين يعني دائما. طيب رح نبدا نقول، انا قلت باحد الجمل وقت بدينا انه حتى لو كان المرض متقدم نحن صار المرض مرض مزمن، مثله مثل الام المفاصل، مثل الضغط، مثل الربو، مثل السكري، لانه العلاجات الحديثه مو بس الكيميائيه، في تطور بالعلاجات الهادفه والمناعيه اللي بتعرف وين الخلل الجيني او وين الخطا اللي صار بالخليه وفقدت زمام الامور بالموت المنظم وخسرت هالصفه ان تعيش فتره قصيره وتموت، فبتصير خليه مستمره ومتكاثره. هالطفره الصغيره بخلل الانقسام الخلوي وزياده صار العلم يعرفها، صار يعطي الادويه الموجهه اللي بتوقف الخليه وما بقى تنمى، وبالتالي بنقضي فيها وبتقتلها، فبيموت السرطان وين ما كان. فهي الطريقه عم تخلي المريضه تعيش سنوات، للمريضه اللي فيها نقاء متعدده وبعيده، مو عم نحكي عن المرض الموضع، المرض الموضع بيطيب بالجراحه فبتشفى فيه المريضه، بس اي مكان خارج سواء بالعقد تحت الابط او اي اصابه حشويه او عظميه صار في العلاجات الهادفه والمناعيه اللي ممكن تشفي وممكن تحوله لمرض مزمن طويل بتمارس السيده كل حياتها اليوميه ومهامها ووظائفها كسيده منزل وموظفه باي مكان عمل، فبتصير كثير قريبه للسيده الطبيعيه. بالنسبه للعلاجات البديله، اكيد بالعالم صار في جامعات اسمها الطب البديل، ولا ننسى نحن ما بننكر وجود هالحقيقه انه كثير من الادويه ماخوذه من النباتات بس معمول عليها دراسات ومستخلصه بطريقه لتكون الماده الفعاله منها بشكل دواء. اما انه واحد مثلا لياخذ فعاليه دواء ياخذ 30 نبته قشطه مثلا ياخذ نص جرام من شي شغله صار في ضرر شديد. هلا الشيء اللي بدي اكد عليه انه اكيد الفواكه والخضار والاشياء الثانيه مفيده ومضاده اكسده وفي عوامل مضاده اورام، بس بالمقابل مشاركتها مع العلاج المناعي او الكيميائي ممكن تخفف جدا من فعاليته، لان تؤثر على انزيمات الكبد اللي بتاثر على الدواء، وهي رساله لكل المشاهدين رجاء لا تخلطوا الاشياء البديله مع معالجاتنا، لانه اما ممكن تزيد فعاليته وتصير السميه الدوائيه كبيره مفعول عكسي.
او تخفف من فعاليتها وبتروح الفائده العلاجيه. وانا كثير بزعل لما بيجي مريض بتكوني هلكانه عليه، وخاصه مثلا بمشفى البيروني اللي بتقدم احدث العلاجات الهادفه وادويه بالملايين، بيكون اخذ له مثلا شويه حبه بركه، شويه نبته قشطه، بيقول طبط من القشطه، ما بيقول طابه من المعالجه، وبيعطي بيقعد بغرفه الانتظار وبينصح باقي المرضى بهالاشياء البديله اللي رايح فيها على الناس اللي بتبيع. طبعا بتعرفوا الاسواق الخاصه بهال الموضوع بده يكون تحت استشاره الطبيب، يعني الطب البديل مع المعالجه ما في ابدا، مع المعالجه لساته مرفوض وما في دراسات عليه. بعد ما ينهي المريض معالجته في اشياء ممكن تفيد بس وليس مع المعالجه. هلا مثل ما قلت كمان مشان ما نغبنهم حقهم، في الجامعات الخاصه للطب البديل هلا ناس اللي عم تعمل دراسات وما كلها اكتملت. هلا بعد سنوات اذا ظهر شيء اكيد نحن اول ما بنقول، ونحن كمان كاطباء نحن ناس قبل الكل، بيكون في تشاركيه اكيد بيناتهم، وما بنحب اكيد بس كيماوي كيماوي او مناعي مناعي، اذا في شيء بالطبيعه ممكن نستخدمه بس مؤكد اكيد ما بنقصر. تماما. دكتوره خلينا نحكي اكثر، وقت السيده تعرف حالها انه مصابه بمرض سرطان الثدي، شو قرى الخطوات اللي لازم يتم اجراءها؟ مراحل العلاج كيف بتكون؟ هلا أي سيدة بتعرف في عندها سرطان ثدي بده يكون عن طريق تشخيص بالخزعة، الخزعة بتجي بتعطينا فكرة إنه هي المريض أكيد عندها سرطان. هلا هو بمكانه محدد ضمن المحفظة، هذا بنسميه إنسايتو، أو شوي متقدم مصاب باتجاه الإبط أو مكان ثاني صار بده تقييم. إضافة إنه لازم نعمل دراسة خلوية لهالخلية نفسها لنشوف عليها المستقبلات الهرمونية الاستروجين والبروجسترون، نشوف عليها يا ترى هي الهيرتو موجود ولا لا لتقبل تاخذ العلاج الهادف المناعي، مشعر الانقسام كي اي 67 موجود ولا لا، بيقول لنا قديش هالخلية خطيرة وقابلة للانقسام. فالمحور الخلوي لازم يندرس بالتشريح المرضي، وين موجود الورم لازم يندرس لنعرف موضع ولا منتشر، سواء بالتصوير الطبقي المحوري او بالبت سكان او بالاشياء الاعتياديه العاديه اللي احنا ما بنفضلها، بنفضل الطبق المحوري بشكل اكثر. بس نعرف باي مرحله، بنشوف اذا هي قابله لانه تعمل جراحه محافظه للثدي او جراحه استئصال ثدي كامل، او ممكن نعمل علاج كيماوي قبل لنصغر المرض بمكانه، نقدر نعمل جراحه محافظه للثدي اذا كان في عقد مصابه، وإذا كان في مرض بمكان ثاني ممكن نتمم بالعلاج الكيميائي، بعدين العلاج الشعاعي، بعدين العلاج الهرموني مضاد بحسب المستقبلات الاستروجين والبروجسترون، وإذا كان الهيرتو هو المستقبل المناعي موجود يلي بيأثر على دارة الخلية والانقسام، ممكن نعطي العلاج الهادف اللي بيوقف الخلية وبيمنح الحياة للمريضة. دكتورة لكن خلينا كمان نطلع كل المشاهدات اللي عم يشوفونا عن المراكز اللي فيهم كمان يلتحقوا فيها لحتى يشاركوا بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. هلا الحقيقة على مدار السنة كل مؤسسات الدولة بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بغض النظر عن هذا الشهر، في يعني هي كلها مجانية، الزهراوي مجاني، المشفى البيروني مجاني، إضافة إلى باقي المشافي. هلأ وزارة الصحة هلأ رائدة كبيرة بحركة الحملة المبكرة للكشف عن السرطان، عندك مراكز وزارة الصحة، عندك بالزهراوي، ببرزة، مستوصف الأكرم، مستوصف العثمان، في أكثر من مركز مجاني. وبرد بأكد مشافي الدولة بشكل دوري كل السنة، سواء مشفى البيروني أو الزهراوي أو ابن النفيس، ممكن تتابع فيهم السيدة للكشف المبكر. والرجال نسينا نقول انه بين كل مريض سرطان، مريضة سرطان ثدي عندنا رجل مصاب، فيعني هي اي رجل بلاقي كمان تبدل عندك بالاصل بسوابقه في شوية تسدي بعدين لا تبدل، المفروض يراجع الطبيب المختص. كمان دكتورة في بعض الصبايا او السيدات بخافوا انه يخضعوا لتصوير الماموغرام، بيقولوا يمكن ياثر، يمكن عملان يعني اجراءه بوقت قصير ممكن ياثر له جوانب سلبيه، قديش بتنصح الفتره تكون لاجراء؟ هلا نحن هي سنويه، ما في مشكله، سنويه فوق ال40 وتحت ال40؟ تحت ال40 اذا في قصه عائليه شديده المفروض كمان سنويه نبدا بس فوق ال30. فوق اذا في قصه يعني عرفت علي شلون، اذا لقينا الجين العائليه موجوده يجوز نبدا بعمر اكبر ابكر يعني عرفت علي شلون. بس هلا حتى المنظمات العالميه اللي بتحط
قصص الكشف المبكر سواء الانسيسين ان الامريكيه او الازمه الاوروبيه هلا يجوز عم تتجه بالناس اللي ما عندها خطوره لفوق ال50 انه تبدا تعملهم فوق ال50 وبعد ال70 بيقولوا لك ما لها كثير هالفائده الماموجرام، ممكن الفحص الثدي والايكو العادي يعطي الفكره. فهو العمر الحرج رح نقول بين ال40 وال70، وإذا ما في قصة عائلية شديدة أو ما في عوامل خطورة نقول بعد ال50. تماما، يعني معلومات كثير مهمة اليوم دكتورة دفطية لصباحنا. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم الدكتورة مها مناشي. شكرا للإخبارية، شكرا لكم لأنه يعني عم تبذلوا دور كبير. الناس بتسمع من التلفزيون يجوز أكثر ما بتسمع من الطبيب، وبتتأثر بالمذيعات أكثر ما بتتأثر يجوز بحكي الأطباء. فمشكورين على هالرسالة، وببرامجكم عم تمنحوا حياة لكثير من السيدات. نتمنى لكل الصبايا والسيدات الشفاء والحياة الطويلة السعيدة. دكتورة، من ضمن صوتنا لصوتك، شكرا لوجودك معنا. شكرا.